الحدث العالمي والطور العربي حتى الآن بالنسبة للمنتخبات المشاركة في هذه الكأس العالمية. السعودية بالأمس رفعت رأسنا وتونس شرفتنا، واليوم الحضور مع أسود الأطلس المنتخب المغربي في مشوار المجموعة السادسة هنا يدشر المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة مرتقبة مثيرة أمام المنفى. رجعت مغربية في أحلى كرة لحكيمي، حكيمي سدد الإنذار الثاني بقدم حكيمي بعد أبلاح. خاطئة هذه التمريرة، خاطئة هذه التمريرة، مرت سلامات، مرت سلامات. أول غلطة، والغلطة بي أكيد عقوبة، والعقوبة جات من بيرجيج. الحمد لله مرت سالمة، نزلت كرواتيا صوت صوت بونو. أوه يا بونو يا بونو يا بونو، فرحنا يا بونو بهذا التصدي. الجدار المغربي طلع كرة، طلع كرة خطيرة. أول تسديدة، أول تسديدة من مودريتش، أول تسديدة من مودريتش. أنا قلت لكم أنا مودريتش قوة في تسديد. هذه سلامات العرضية بونو خطيرة مرابطة. كمية صعبة هذه الهجمة، كمية صعبة هذه الهجمة، لكن عدنا ودنا ولا زالت مغربية. يحيى عطية الله يرفع الكروس الأول من يحيى عطية الله، ولكن هنا أقرب إلى حارس المرمى. هكذا تتعالى أصوات الجماهير المغربية. حكيمي وزياش، حكيمي سدد. أمام الشياطين الحمر الذين فازوا على المنتخب الكندي نتيجة 1-0. إذا ضربت البداية خاطئة، وصلت الكرة في الجهة اليمنى. ماذا تفعل يا حكيمي؟ ماذا تفعل يا حكيمي لحسن الحظ؟ منير المحمدي تسديدة في عملية الاختراق، وصلت من جديد في إمكانية تسديدة. التسديدة الأولى يا زياش، الوندا الأولى يا زياش، اليسرى الأولى يا زياش، ولكن أعلت مرمى. وناتيبو كون إلى هجمة انطلاقة من الجهة اليمنى. الهربة الآن، الهربة والانسداد. هي هي يا حكيمي، يا حكيمي، يا حكيمي، كنت أنتظر منك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في دار المدافع، هنا الاستلام سدد حتى واحد حذاري من المرور. وزار مر، أزار سدد. برافو، برافو المحمدي، برافو المحمدي في أول اختبار مع بداية شمحة تمريرة. بوفان في الاستلام، بوفان في الدخول، بوفان وجولا. على التسديدة الماضية، المهارة، الإبداع، المرور، كل شيء كان جميلا، كل شيء. تورغان أزار يبحث عن المرور مع إيدين، يبحث عن المرور. يا المحمدي صوب ضربة حرة جانبية، ست لاعبين مغاربة. جول صابري، طال السبرتال، طال السبرتال يا عمري، طال السبرتال يا عمري. سجدة للمولى تعالى، سجدة للمولى تعالى.
سيليا غولو لا يتأكد. معلش معلش لازم متفوقين. معلش كنا نتمنى تلعب ديال الركيري خطيرة وصعبة. السلام 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 على خوة. السلام على كرة. القلب خرج من مكانه. القلب خرج من مكانه يا بولو. القلب خرج من مكانه يا بولو. وفي هذه اللحظات في هذه اللحظات انتهت المباراة. هنا في أجواء خيالية في أجواء أسطورية يكتب التاريخ فعلا. إذن الصابيري أول من سينفذ ركلة الترجيح. ركلة الترجيح والركلة الأولى للمنتخب المغربي. الصابيري أمام أوناي سيمون. مشاهدينا الكرام إذن الصابيري يتلقى الإشارة. الصابيري سجل. الصابيري يعطي الأفضلية الآن. كورتك ياسين إن شاء الله. كورتك ياسين إن شاء الله. كورتك ياسين. بابلو ياسين وضعت الأولى للمنتخب الإسباني. ضعت الأولى للمنتخب. سميمة يتلقى الإشارة. زياش يتقدم. زياش يسجل جول. يسجل جول زياش. 2-0 الآن. 2-0 الآن للمنتخب. يا كبير يا بولو. كورتك يا بولو. كورتك يا بولو. كورتك يا بولو. كورتك يا بولو. يا بولو. يا بولو. يا بولو. بانون الآن. بولو بانون. بانون يتقدم. بانون. بانون. غير معقول يا بانون. غير معقول يا بانون. في كرة كان ممكن تجي هدف. أنت بولو. بوسكيتس يتقدم. بوسكيتس يتقدم. بوسكيتس. وبولو. 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 بولو. 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 وبولو يا بولو. الصافرة تأتي. أشرف حكيمي. يسعد أشرف. يسعد أشرف. جول. 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 الله يا وصول. 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 مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي. المغرب التي فتحت آمال ما فيها محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب. في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى الجهة اليسرى. عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم. مغرب العز بين الأمم. الصيري. الصيري. ينصر دينك يا يوسف. ينصر دينك يا يوسف. أول الأهداف. أحلى الأهداف. محاولة تعود في الجانب المقابل. اصطدمت في العارضة. 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 الحذر دائما الدقائق التي تلي الهدف قائمة. يا الله. يا الله. يا الله. القرب من منطقة الجزاء. هو داخل المنطقة الرأسية. قوله يا الله. يا الله. مرت الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا. خطيرة جدا. لكن حارس المرمى يشير بالاستمرارية. تعود المحاولة من جديد. تسديد. كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة وهذه المحاولة مستمرة وقائمة خطيرة. تسديدة. يوهو. بطل يا ياسين. أسد يا ياسين. يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل. ياسين. ياسين. يا بطل. يا بطل. يا
بطل يا بطل يا بطل يا ياسين، الله عليك الله عليك. قبل البرتغالي الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء راسية إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى ركلة مرمى من بيبي، وصلت عند بونو من صفر 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 صفر. للتاريخ، للكبرياء العرب، للكبرياء العرب، والأحلام تحولت إلى أرض الواقع.